طيب هعمل نفس القصة. أنا زي ما اتعلمنا إن الرقم بتاعنا بيبقى عبارة عن مكون من 4 خانات، فأنا بمسك الرقم في السداسي 10 وبقسمه ل4 خانات أو 4 ديجيتس، تمام، 4 أرقام. فباخد البي بقسمها ل4 أرقام، وباخد السيفن بقسمها ل4 أرقام، وباخد الوان بقسمها ل4 أرقام، باخد الناين بقسمها ل4 أرقام، باخد الايه بقسمها ل4 أرقام، وباخد الاف بقسمها ل4 أرقام، وباخد الفور بقسمها ل4 أرقام. تمام، البي هتبقى عبارة عن 1، أنا بكتب الويت الأول، 1 و2، 1 و2، لحظات، 1 و2 و4 و8، 1 و2 و4 و8، وهكذا، 1 و2 و4 و8، وهكذا واحنا ماشيين. تمام، طيب انا محتاج اكتب ايه على جنب عشان افتكر ومتلخبطش؟ محتاج اكتب الارقام بتاعتي، ال A بتساوي 10، وال B بتساوي 11، وال C بتساوي 12، وال D بتساوي 13، وال E بتساوي 14، وال F بتساوي 15. حلو الكلام؟ حلو الكلام. طيب باخد انا الارقام بتاعتي بقسمها زي ما اتعلمنا، 1 و2 و4 و8، 1 و2 و4 و8، 1 و2 و4 و8، 1 و2 و4 و8. طيب عايز امثل الاربعة، هتبقى عبارة عن 0 0 1 0. طيب عايز امثل الاف، همثلها ازاي؟ الاف زي ما احنا عارفين ب15، هيبقى عبارة عن 1 1 1 1. عايز امثل ايه؟ الاي عبارة عن 10، همثلها احط 1 تحت ال8، واحط 1 تحت ال2 كده 10، واحط تحت ال4 0، تحت ال1 0. تمام، عايز امثل ايه برضو؟ عايز امثل سوج الناين، الناين عبارة عن 8 و1، تمام، واحط تحت ال2 0، واحط تحت ال4 0. تمام، طيب عايز امثل، احط البوينت ديسمال بتاعي عشان منساش. تمام، عايز امثل الواحد، الواحد بيبقى عبارة عن 0 0 0 1. تمام، وعايز امثل السيفن. تمام، عايز امثل السيفن اللي هي بتبقى عبارة عن 1 1 1 0. تمام، واحط هنا الويت الناقص معايا، ماشي. تمام، عايز امثل البي اللي هو 11، و11 عبارة عن 8، تمام، و2 و1، ادي كده 11، احط هنا الصفر. كده المسألة بتاعتنا اتحلت في ثواني. تمام، هتطلع عبارة عن، نكتبها احنا بالكيبورد. تمام، نفتح القوس، زيرو، ممكن اضيف الزيرو ممكن اشيله، فانا هشيله. تمام، هكتب على طول 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1. تمام، 0 1 1 1 1 0 1 1. تمام، بعد كده اسحبها شوية واكتب هنا ايه بالنظام الباين. وصلت يا شباب؟ على ما اعتقد يعني المسألة سهلة ما فيهاش اي صعوبة. تمام، هنروح نفتح ملف جديد عشان هنشتغل على حاجة جديدة.